بس اخدت فضل روحاني مفيش غير يوم واحد بس إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي بنخالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي لسه ما زالت أصدقها بتتردد حتى الآن رغم ان هي بقالها فترة طويلة، وممكن اللي جدد واللي خلاها حديث السوشيال ميديا وكل الناس بيتكلموا وبيستغربوا، معقول الجريمة تمت بالشكل الغريب ده؟ معقول في جرأة وفي إجرام بالشكل ده؟ اللي جسد الموضوع ده فنان اسمه أحمد فهمي اللي احنا شفنا صورة. ماله أحمد فهمي؟ عمل مسلسل سماه إيه بقى؟ سفاح الجيزة. مسلسل اسمه سفاح الجيزة هيتم عرضه السنة دي. المسلسل ده بيتعرض حاليا على منصة من المنصات الإلكترونية، يعني الناس كلها ممكن المشتركين يتفرجوا على مسلسل سفاح الجيزة زي ما بنشوف أفلام كده على اليوتيوب ومسلسلات على اليوتيوب. دي منصة بيتم عرض عليها مسلسل اسمه سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي. المسلسل اتعرض منه حلقتين الدنيا قامت واصبح حديث السوشيال ميديا، وابتدى المجرم اسمه بيتردد مره اخرى، اسمه قذافي، القذافي فراج. القذافي فراج ايه موضوع القذافي فراج اللي ابتدى احمد بيجسد شخصيته؟ وان كان احمد ما قدرش ان هو يبين البشاعه اللي كانت بتحصل بها الجريمه، يعني الحقيقه ابشع 100 مره من اللي احمد بيعمله احمد فهمي، لأن المسلسل مهما يكون المخرج عبقري والفنانين عباقرة مش هيقدر يجسدوها زي قذافي فراج عملها. ده كان أسطورة في الإجرام، أدي صورة قذافي، ده أسطورة في الإجرام، مش هيتكرر تاني قذافي. القذافي ده مش هيتكرر، شاب عبقري لكن للأسف شغل عبقريته وذكائه في الجريمة، رغم لو استغل عبقريته وذكائه ده في اي حاجة كان هيبدع، لو في تجارة او كان ابدع.
لكن للأسف. تعال نشوف بقى المسلسل ونشوف الجرائم اللي ارتكبها القذافي، بس بالشكل الحقيقي اللي تمت، مش بالشكل الدرامي اللي احمد بيمثله. ايه اللي حصل؟ قذافي خلص كليته، هو فقير ومن اسره متواضعه للغايه، في 2015 فكر يتجوز، اتعرف على بنت اسمها نادين ومشي معاها وعمل علاقة جنسية كاملة معاها وفض غشاء بكرتها. يوم ما راح يخطبها شاف اختها اسمها فاطمة الزهراء، اخت نادين. بدل ما يخطب نادين اللي هو كان ماشي معاها وعمل معاها علاقة كاملة، راح خطب فاطمة الزهراء. نادين لما عرفت هدته وقالت له انت بدل ما تيجي تصلح غلطتك وتتجوزني، اول ما شفت اختي فاطمة الزهراء وهي عشان اجمل مني رايح تخطبها، انا هفضحك. فابتدى يفكر نادين مجنونة وممكن تعملها وجارية، دي كانت بتجيلي البيت واحيانا كانت بتبات معايا. فابتدى يقول لها طب ايه رأيك، انا هحقق لك حلمك. على فكرة نادين جميلة جدا، دي صورتها. انا هحقق لك حلمك، ايه رايك؟ انت مش عايز تشتغلي ممثله وتستغلي جمالك ده في التمثيل؟ في منتج سوري انا اعرفه هخليه يعمل لك فيلم، واهدي انت شويه لغايه ما اطلع من موضوع اختك وارجع لك. وفعلا جاب واحد بيجيد اللهجه السوريه وعملوا ان هو سوري، وراح قابل ابو نادين وامها واقنعهم انه هياخدها عنده لبنان ويمضي عقد بالمبلغ اللي انتوا عايزينه، وهخليها نجمه في سماء الفن المصري والعرب. والبنت كانت طايره من الفرح نادين، وما كانش في دماغها بقى الجواز، همها كله دلوقتي انها تروح لبنان وتشتغل في الفن وتبقى فنانه كبيره زي منى زكي. هقول لكم هو عمل كده ليه دلوقتي بقى، بقولهم كان عبقري بس في الاجرام. بعد كده اتصل بنادين قال لها مبروك انت مضيت العقد، لازم نحتفل النهارده في شقتي، ده انا عامل لي الجو رومانسي ولازم احتفال يليق ان انت نجمه المستقبل، بس على ما تنسناش بقى. قالت له عمري ما انساك، ازاي انت اول راجل في حياتي، ده انت اللي جبت لي المنتج السوري وانت. قال لها تعال. بالفعل لبست وتشيكت وراحت له الشقه، لا تعامل شموع وجايب تورتات وبتاع وعشا، كان حاطط لها في وسط الاكل، ده اعترافاته هو قذافي، كان حاطط لها في وسط الاكل سم، بيقول وهي بتاكل انا ما كنتش صابر عايز اموتها عشان اروح اتجوز اختها فاطمه الزهراء، فما استناش لغايه السم ما يمشي في جسمها، رحت جاي من ورا في دماغها بمفتاح البوتاجاز وعلى دماغها هشمت راسها، وكنت حافر في شقتي في الدور الارضي زي قبر رميتها فيه بهدومها ورحت مموتها. ايه ده؟ دي اول جريمة، انه قتل نادين عشان يتجوز فاطمة الزهراء. قبل بقى ما نجيب فاطمة الزهراء، قبل ما ندخل على فاطمة نحكي موضوع صديقه المهندس رضا، عشرة عمر، ودي صورتهم مع بعضهم، رضا والقذافي فراج اكتر من الاخوات، يعني قمة الندالة والوساخة ان انتوا اتنين اكتر من الاخوات. القذافي عمل ايه؟ رضا ده كان مهندس في المملكة العربية السعودية، وكان القذافي بيبعت له ان انا شغال في العقارات والتسويق العقاري وبكسب الافات، فطمع المهندس رضا صاحبه وحبيبه، قال له يا اخي طب ما بدل الفلوس اللي حاططها في البنك بتطلع لي فايده كلام فاضي ابعتها لك وتستثمرها. بعت له كام على مدار سنه كامله؟ 3 مليون جنيه. وكل ما يتصل بالقذافي يقول له الاخبار، يقول له الارباح عندنا لما تيجي انا مستني لما احاسبك واديك نسبتك في الارباح. فاخر مره رضا قال له لا انا عايز الفلوس اديها لابوي. وابو رضا كل شويه يروح لفراج قذافي فراج يقول له بس لما يرجع رضا. رضا شك ان في حاجه بتحصل،
وان شجع عمره اللي قعد 5 سنين ولا 6 سنين بيجمعهم انه اتصل عليه من صاحبه واخوه، فاتصل في الجزافي قال له انا جاي بكره وتكون مستنيني في المطار تاخدني قبل ما اروح على ابويا وامي واخواتي، تكون معرفني فلوسي كام وحسابي كام والارباح ايه. قال له ماشي ماشي. فعلا القزافي استناه فين؟ في المطار. خده من المطار وقال له تعالى بقى ناكل لقمه لو في شقتنا ونتحاسب وتاخد فلوسك يا عم وفوقها الارباح كمان همضي لك بقى شيكات. رضا فرح قال لك صديق عمري، راح معاه الشقه برضه هو بياكل كان حاطط له سم، بعد كده نزل على دماغه موته وجنب نادين كان حافر له وراح دفن. الاكثر من كده خد بطاقته وخد ورقه وراح مزور ان هو عمل نفسه رضا. بس قبل رضا نيجي لفاطمة الزهراء الجريمة الثالثة. ايه اللي حصل؟ فاطمة الزهراء وهي بتشوف شغل جوزها واوراقه لقت فيه 20 بطاقة باسامي مختلفة. فراحت ماسكة البطاقات وقالت له يا قذاف يا فراج ايه البطاقات دي كلها؟ انا متجوز وانا متجوزة واحد نصاب والبطاقات دي انا هشكيك بيها واخرب بيتك. خاف علي يا فاطمه هتسجنيني هتوديني في داهيه؟ قالت له اديني 400,000 جنيه دلوقتي والا هبلغ عنك. اضطر القذافي فراج تحت تهديد مراته يديها 400,000 جنيه، وهي قالت لابوها انا خدت من جوز 400,000 جنيه عشان عارفه ان عينيه زايغه ممكن يتجوز علي، فخدت منه مبلغ كبير علشان ما يفكرش يتجوز علي. ما قالتش لابوها ان هو كان بايه بتهدده، بلاقت اكتر من 20 بطاقه باسامي وعناوين مختلفه. لكن هنا القذافي ما انساهاش، انت تعملي معايا كده؟ عرفتي سري وكمان ابتزيتني؟ طيب. بالفعل استدرج مراته وقال لها تعالي اوريكي شقه، وراح مدخلها الشقه اللي كان دافن فيها نادين وكان دافن فيها صديقه رضا، وراح مموت الفاطمه الزهراء ودفن لها وحفر لها برضه في الارضيه في الدور الاولاني، بقت جثه نادين جنب جثه اختها زهراء جنب جثه رضا. وجي طلع اسكندريه وانتحل صفه المهندس رضا وراح فتح محل الكترونيات. طب اكتفت على كده؟ لسه في جرائم تاني. اتعرف على بنت اسمها ياسمين، برضه ياسمين بنت جميله جدا، ورسم عليها الحب بل بالعكس عمل معها علاقه جنسيه كامله. دي كان ليها مراسم من بيت ابوها ب 45,000 جنيه، قال لها دينا استثمرهم لك، البنت غلبانه وبتحبه، قالت له خليت لي خليتك سلمتك نفسي هاجي على الفلوس انا واثقه في خد الفلوس، قال لها هديك كل شهر 1,000 جنيه كل ما تروح له ما فيش. قالت له لا ده انا هبلغ عنك. قال لها لا طب خلاص تعالي خدي بال 45 حاجات من المحل بتاع الالكترونيات، ثلاجه غساله اي حاجه. قالت له ماشي. راحت هناك ما كانش عارفة ان هو حافر لها قبر هي التانية، خنقها جوه المعرض بتاعه اللي كان فاتحه بفلوس رضا وشجع راجل في الغربة، وراح دفنها وردم عليها في المحل. بقت مموت 3 في شقة واخدها في القاهرة وواحدة تانية في اسكندرية في ارضية المعرض. في الوقت ده أهلية رضا بقى المهندس رضا كان خربين الدنيا، كان عارفين ان ابنهم جاي واختفى وكل ما يسألوا عنه محدش عارف. هو يوم ما قتل رضا بعت من تليفون رضا لمرات رضا قال لها انا اتمسكت في المطار، فالناس راحوا وزارة الداخلية وراحوا لأمن الوطن وقلبوا الدنيا، مفيش حد محدش لا في حد اتمسك في المطار ولا في حاجة. كان يسألوا فراج يقول لهم ما جاش ولا عبد، هو كان جاي لي وما عرفش اللي حصل. فضلوا يدوروا على ابنه ومفيش فايده. في الوقت ده بقى فراج قال لك لا قذافي فراج انا بقى كفايه كده، انا قتلت 3 في مصر وواحده في اسكندريه، كفايه بقى كده انا اتوب، انا اشوف واحده غنيه يكونوا اهلها اولاد ناس ويصرف عليا. بالفعل فضل يدور على واحده تكون متريشه واهلها ناس اغنياء ولاد الحلال. هو بقى كان بيطلق لحيته احيانا نصاب عالمي وكان معروف عنه التدين وما بيسيبش فرض، لغايه ما اتعرف على واحد صديقه يبقى ابو نهى، ده اكبر واحد صايغ جواهرجي، وقال انا بدور على عروسه وانا راجل ملتزم ونفسي في واحده زي الدكتوره نهى. نهى دكتوره صيدلانيه. فصديق ابو نهى قال له انا يا ابو نهى في واحد جاي طالب وواد عنده محل الكترونيات ومية مية ومهندس اسمه رضا، ما هو كان منتحل صفة رضا.
واللي عملوا مع رضا على فكرة عملوا مع نادين. فاكر لما بعت من تليفون رضا لمراته وقال لها هنتقبض عليا؟ طب نهى لما البنت نادين لما اختفت اهلها عملوا ايه؟ لما كان بيسالوه فين نادين؟ قال له المنتج السوري المخرج السوري اكيد هربت وخدها معاه ومشي. واقنعهم بكده ان هو هتبلغ فضيحه وجرسه، البنت هربت والمنتج اللي جت مضى العقد معاها خدها وسافر من غير ما يقول لكم عشان تسيبوها بحريتها. وبالفعل اهلها صدقوها، فهو كان عبقري قدر يغطي على اهل رضا واقنعهم ان هو ممسوك في السجن، واقنع نادين اهلها ان هي هربت مع المنتج عشان ما يقدموش بلاغات. المهم اتجوز نهى اللي ابوها اكبر سائق في اسكندريه وعاش معاه، لكن هي لاحظت عليه ان هو شخصيه مريبه وبكذا وش، ومرة مهندس رضا ومرة يكلم ناس بباسمي تاني. ابتدت تدور في حاجاته، لقت بطاقات ولقت حسابات في البنوك ولقت حاجات غريبة كلها باسمي مهمية. واللي زادوا فطة لما فتحت شنطته لقت اكتر من 6 بطاقات بوظائف وشخصيات غير هو متجوزها باسم مين؟ رضا، المهندس رضا. راحت طلبة منه الطلاق، عايز ينتقم منها ومش عارف يموتها. قوم يعمل ايه؟ يروح يتخفى ويروح يسرق محل الذهب بتاع ابوه، لكن الكاميرات جابته، ودي كانت بدايه النهايه. اول ما الكاميرات جابته ابو نهى قال لها جوزك الكاميرا جايبه وهو داخل المحل بيسرق. قالت له بلغ الشرطه. الشرطه لما قبضت عليه قبضت عليه باسم مين؟ باسم رضا. اهليه رضا بيدوروا على مين؟ على رضا. فاول ما تمسك هم كانوا مبلغين في كل مكان ابن نضايع. فاول ما تمسك رضا فقال لها على فكره اتصلوا بابوه وامه ابنكم ممسوك في اسكندريه. جروا على اسكندريه عشان يشوفوا رضا. لما دخلوا لقوا مين اللي ممسوك؟ القذافي فراج. ده القذافي فراج. الضابط قال لهم لا ده بطاقته اهي، ده بطاقه ابني هو المزور البيانات. الله تعالى بقى، دي اللي جابت القديم والجديد كله. في الرضا انت واخد بطاقته واخد اسمه واخد واخد واخد. ابتدى ينهار ويعترف وقال على فكرة انا عمري ما كنت طماع، يعني مراتي اللي خدت مني 400,000 جنيه فاطمة الزهراء عشان ما تفضحنيش، انا يوم ما موتها دفنتها بالذهب اللي كانت لابساه اكتر من 150,000 جنيه، بس ردمت عليها عشان ما فيش حد يبتز القذافي فراج. شوف قد ايه، شوف ثقته وغروره. انت بتهدديني وخدت مني 400,000 جنيه؟ طب انا مش مهم الفلوس. قتلها ودفنها بالذهب. لما راحت الشرطه والطب الشرعي يطلعوا الجثث لقوا جثه نادين بلبسه وجثه فاطمه الزهراء بلبسه والذهب لابساه وجثه رضا بلبسه وهو مدفون. وجوع كده اعترف على ياسمين، اسمها ياسمين البنت اللي دفنها جوه المخزن، لان اهلها لما تمسك وتعرف قالوا كانت ماشيه مع القذافي ده اللي هو كان منتحي صفات رضا. ارسل عن مكانها جوه المحل بتاعه، طلعوها بهدومها. اعتقد ان احمد فهمي مهما تكون امكانياته التمثيليه او الموهبه بتاعته ما يقدرش، ده عايزه واحد فنان بقيمه وحجم احمد زكي. على الساحه دلوقتي مين يقدر يمثل الشخصيه دي؟ احمد فهمي خفيف وفي نفس الوقت مش هو الكاريزما، وكل مسلسلاته وافلامه عكس. لما يعمل شخصيه جامده زي القذافي فراج مش هيقدر يقنعنا، مش هيقدر يقنعنا ابدا. لما شفت اول حلقتين المسلسل فيه سسبنس واثاره، لكن مش قادر يقنعنا انه مجرم. هو يقنعنا كممثل كوميدي مع فنانين تاني، لكن هو لا. لكن هيقدر يعمل زي القذافي فراج ما عمل؟ اعترافات تفصيليه وصورته بالبدله وقدام القاضي وبيعترف عادي جدا ومفيش مشاكل. اللي يزعل في الموضوع بقى والغريب جدا ويضحك، اخت القذافي فراج لما انكشفت جرائمه كلها واتعملت مسلسل وهتتمثل فيلم في القريب العاجل، طالعه تقول ازاي تاخدوا شخصيه اخويا وتعملوها مسلسل وكمان فيلم من غير ما تستاذنونا؟ احنا مش لينا حقوق المفروض ناخد شخصية؟ هو احنا بنتكلم على موسيقار الاجيال وورثه؟ اخوك مجرم، انت عايزه تاخد فلوس عشان توافقي
ان نعمل شخصية اخوكي. الكلام ده تقوله مريم فخر الدين قبل ما تموت. صباح شادية تقول ما حدش يمثل دوري والورثة يقولوا لا لازم ناخد موافقة منا الاول. لكن ده اخوكي مجرم. طلع تقولي شوه سمعة اخويا في المسلسل. اخوكي مجرم قاتل اربعة يا حبيبتي. اخوكي مجرم قاتل اربعة. جاية تقولي شوه صورة اخويا وطلعوه بشكل وحش. كنا هنطلعه مجرم ايه يعني؟ مجرم رومانسي؟ مجرم يعني محبوب؟ ده قتل صاحبه وعشرة عمره رضا. وقتل مراته نادي صديقته نديم. وقتل مراته فاطمة الزهراء. وقتل نهى. وقتل ياسمين. ده خمس شخصيات يا حبيبي. قتلهم كلهم. ده نصاب على قتل وقتل. حكمت المحكمة عليه بخمسة اعدام. خمس اعدامات. اعدام لنديم. واعدام لفاطمة الزهراء. واعدام لرضا. واعدام لياسين ياسمين. واعدام لنهى. خمس اعدامات تم الحكم على قذافي. خمس اعدامات. وده القضاء العادل. ادي المسلسل وادي الجريمة فكرتكم بيها. واللي جدد الجريمة دي وطلعها على السطح مسلسل احمد فهمي سفاح الجيزة. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.